احمد علي بيخرج، احمد علي محمد يطلع للاصابه وينزل رقم 37 37 عمر احمد ميرا. عمر احمد ميرا طبعا، عمر احمد ميرا مواليد 99 الى ضربه ركنيه، ضربه ركنيه على التنفيذ رقم 37 عمر احمد ميرا ويلعبها على طول عاليه على ضغط. بكل امانه فريق المقاولين بالطول والعرض بالمربعات بالمثلثات بكل الاشكال الهندسيه يسيطر على الكوره، تسديده تصويبه من رقم 37 عمر احمد ميرا، والتالق والتعملق للاعب والحارس محمد كوكو. تسديده من ميرا والتالق واضح من محمد كوكو، يطير ويخلص كسوبر مان في الكوره اللي فاتت، يطلع ضربه ركنيه. المقاولين العرب بقول بالطول والعرض بالمربعات بالمثلثات بكل الاشكال الهندسيه بيضغط فريق مصر المقصه، وتسديده كانت وتصويبه من ميرا على طول، ميرا تسديده تصويبه، ولكن يعني بتنادي من اجل التعديل للاعبي المقاولين العرب والضربه الحره المباشره. كان في تسديده عمر احمد ميرا كان يعني كان ممكن يكافئ الكابتن علاء نبيل في التبديل اللي كان حصل، وعدت الكوره ومرت ادم محمد سمير قلب الاسد، عدت منه اي اهداف من لاعبي المقاولين العرب. كوره اماميه فيها